نذكر إخواني ما معنى آخر الزمان. آخر الزمان هي الأحداث التي تتكلم عن وعد الله الحق، وهذا الوعد انطلقنا منه من سورة الإسراء. يعني ابتداء كلامنا كان من سورة الإسراء عن وعد الله سبحانه وتعالى الحق. والفاصل ما بين وعد الله الحق أو آخر الزمان وعلامات الساعة الكبرى، الفاصل ما بين هذا وهذا هو شروق الشمس من مغربها. يعني نتكلم عن الأحداث التي تسبق شروق الشمس من مغربها. فإن أشرقت الشمس من مغربها كل الوعد الحق سيكون قد تحقق من عند الله سبحانه وتعالى وانتهى. وما يحدث ما بعد شروق الشمس من مغربها هي علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. وبعد علامات الساعة الكبرى تأتي أهوال يوم القيامة، تأتي أهوال